لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني الاحداث في مصر يعني ابار الانتماء الاسلامي والعربي انشاهد كون انه العالم الكل يدين بشده مجزره، يعني مجزره فظيعه في حق الشعب المصري، يعني انتهاك حقوق الانسان، انتهاك يعني جميع الحقوق، حقوق البشر كانتهاك صارخ واضح وصريح بتأييد للأمانة بالدول العربية. إن شاء الله ربي ينتقم منهم إن شاء الله يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الرابطة الوطنية لحماية الثورة كجمعية ومنظمة من جملة أفراد الشعب التونسي تتألم وتتحصل على الأرواح، أرواح الشهداء من رضع وبنات ونساء ورجال وشيوخ اللي قام باغتيالها وذبحها وحرقها الجزار السيسي. ومما يزيد يؤلمنا ويحس في انفسنا ان بعض دعاة الديمقراطيه والحريه يبررون المجازر هذه، بل اكثر من ذلك هم يؤيدون ويرون في هذه المجزرة أنها عملية تصحيح للثورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحق يعلى ولا يعلى. لا سبيل للمقارنة بين ما يحدث في مصر وبين ما يحدث في تونس، لأن تونس والحمد لله رجالها من أعوان الأمن والجيش الوطني محايدين يتبعون الحيادية ويعملون وفق القانون، ولا سبيل بالنسبة إلى هذين معناها العنصرين الأمني والعسكري من الانضمام إلى دعاة الانقلاب. والله ظاهرة العنف في الأصل مناش نوجدوا في مظاهر عنف كبيرة في تونس، وهذا بفضل الله لأن الأمن قاعد قائم بدوره، وإنما الأعلام الذي يضخم المسائل من حتى بسيط يكبرها ويضخمها، وهذا هو اللي خلى ان وكأن العنف ساري على كافة البلاد، في حين اننا نعيش في امن وامان والحمد لله. نساء بنات شياب شباب ينتوجوا بحريه والحمد لله، ودعاة العنف اللي هو اول علامه اللي يضخم العنف هم الذين ينادون بالعنف، لانهم اقليه والاقليه لا تريد الا الوصول عبر وسائل غير شرعيه. نقول لهم لا سبيل الوصول الى السلطه الا عبر الصناديق ولا سبيل غير ذلك. الجيش الداخلية حماة الجمهورية. اليوم كنت تحكينا شوية على حملة بالانتخاب للانقلاب، هاكم متمركزين قدام المسرح البلدي، دونك شنو هي الحملة هذه بالضبط؟ شوف يعني الحمد لله أنصارنا يعني جاوا بالمئات وبالآلاف موجودين، نشوفوا فيهم موجودين، عملنا خيمة لهنا نصبناها، عملنا بعض الخطابات، ساندونا بعض من الأحزاب من حركة النهضة، من أحزاب أخرى من يمين ويسار، رافضين لفكرة الانقلاب، يحبوا على فكرة التداول السلمي على السلطة. هذه هي الفكرة اللي احنا ناويين ان ندافع عليها، وهذه هي الفكرة اللي المبدئية اللي ندافع عليها. نحب نوضح للرأي العام صح، لانا مع حركة النهضة او فما حلف خفي وغيره بينه وبين حركة النهضة، ولانا يعني نحب التشفي من خيانة اللي قاعدين قدام المجلس الوطني التأسيسي، وانما هي دعوة الى التعاقل، دعوة الى التوحد، الى الوحدة، الى ان نعترف بإرادة الشعب التونسي. الشعب التونسي فقط هو اللي يحكم، لا لانقلابات تنجم تأثر على وحدة البلاد، لأنه لو أنت تنحي توا حركة النهضة من الحكم وهي حركة قبل عام ونص منتخبة تنجم نوصل إلى السيناريو المصري،
ونوصلوا الى فتنه داخليه في تونس. العبيد كل تتذكر انه باش اليوم نكونوا واضحين، تيار المحبه هو العريضه الشعبيه السابقه. العريضه الشعبيه في وقت من الاوقات كانت من ابرز المعارضين لحكومه حركه النهضه ودعت حتى الى اسقاطها وتعويضها بحكومه اول حزب. نذكر ان اول حزب في 12 ابريل ونهار اللي طردني وقتها سيد مصطفى بن جعفر من قبه نتاع المجلس من الجلسه العامه، انا وسمير اسكندر بوعلاقي وقتها قلنا يا حكومه الحجر استقيل، يا حكومه يعني ضرب المجرح الثور استقيل. السؤال شنو اللي صار؟ ونادينا اول ما نادى بحكومه كفاءات وطنيه مستقله ومحايده، لكن الفرق بيننا وبين الناس اللي تو يدعوا الى حكومه كفاءات وطنيه انهم يحبوا حكومه كفاءات وطنيه تحت غطاء حزبي فقط وما غير يعني تشرف عليها الاحزاب اللي تو اكثرها احزاب انقلابيه. لكن نحن اذا كان حتى توافقت الاحزاب في تونس على انه نمشيوا في حكومه كفاءات وطنيه، وكرر ذلك، لابد انها تكون منتخبه من داخل المجلس الوطني التاسيسي ومراقبه ومساءله من قبل المجلس الوطني التاسيسي، مش حكومه تولي هي تخدم وحدها والمجلس وحده. ونسقطوا كذلك المره هذه في صراع اقوى حتى من الصراع الشعبي اللي هو صراع بين زوز مؤسسات، وزوز مؤسسات معناها معترف بها، في واحده منتخبه والاخرى توافقيه بين الاحزاب. وقتها نوصلوا بالحق الى فتنه داخليه، وهذا هو اللي احنا بالنسبه لنا نشجبه وندعو الى الشعب التونسي للتعاقد ونمشيوا بالانتخاب لا بالانقلاب. الانتخاب مش بالانقلاب.